طبعا اكيد هم بالبدايه هم قالوا ان هذه مناوره. يعني انا كم مره السيد مقتدى الصدر قدم بعض الطروحات، مثلا راح للمعارضه قال هذه مناوره، انطى الوزارات للمستقلين قال اخذوا وزارات، قالوا هاي مناوره، حتى لما قدم طلب قال حضروا الاستقاله قالوا هاي مناوره. سوف كله قالوا يا هسه شو تقولون؟ هسه شو تقولون؟ خلاص طلعت من المناوره. هذا اصبح حقيقه ان السيد مقتدى الصدر كما قال ادق جميع الابواب ولا اشكل الحكومه مع الفاسدين. يعني هذا اكيد واثبت على ذلك انه يضحي بوزرائه السته، برئيس الوزراء، بمناصبه السياديه، ب 73 نائب من اجل لا يرجع الى الحكومه التوافقيه. هذا اثبات حقيقي وهذا له فضل، وهذه لاول مره أنا أتصور من جميع تشكيل المنظومات العالمية اللي أنا قاريها حزب فائز يقدم استقالته. وبالمناسبة من الناحية الشرعية مو من الناحية القانونية، شرعيا الحزب الأول الفائز عندما يقدم الاستقالة يجب أن تنهار البرلمان، لأن الجمهور أعطى الحق للتيار الصدري أن يشكل الحكومة.